صباح الخير من ام تي في لايف للمشاهدين بلبنان بمختلف انحاء العالم. ويكند ممتع، بتمنى تكونوا عم بتقضوا مع اللي بتحبون، بتمنى تكونوا خططتوا لمشاريع كمان وين ما كان بالمناطق اللبنانيه. نحن اليوم مثل العاده رح نكون عم نتابع هالنشاطات بكل انحاء لبنان. اليوم رح نروح على ارز شوف كمان بهابينينج او نشوف درب القمر كيف رح يكون السنه. مواضيع عديده كمان بام تي في الايف لليوم، رح نكون عم نحكي عن قوانين الصيد بنيتشر، كمان بي بوزيتيف عندنا ضيفه مميزه انتصرت على سرطان، بس اكثر من هيك رح تقدم لنا شهادتها بهالرحله الصعبه، بهالرحله يلي جابهتها بكل قوه وبكل تحدي. وكمان رح نكون عم نحكي عن حق المرأة بالعمل الهندسي أو وضع المرأة بالعمل الهندسي بلبنان يلي تطور كتير مع الوقت، ولكن بعد فيه تحديات كبيرة مثل تحديات كلها يلي بتواجهها المرأة على كل حال بميدان العمل. ومواضيع عديدة تاني مع الزملاء يلي حضروا فقراتهم، وأكيد الضيوف يلي عم يشاركونا بخبراتهم. لحظات ومنبدأ نحن وياكم هالحلقة من ام تي في Alive.